بنرحب بالفنانة الجميلة السوبر ستار كارول سماحة معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بأخبار اليوم. بنبارك لك النهاردة على التكريم، والتكريم النهاردة بيمثل لك تكريم كتير مهم دايما للفنان، لأنه بيحس أنه تعبه عم بيتقدر، ومثل كأنه هيدي ترقية معنوية للفنان، خاصة أنه أنا اليوم عم بيخد جايزة من مصر ميما أورد لأفضل أغنية وفيديو كليب وحشاني بلادي اللي تعبنا فيه كتير وفعلا رهننا عليه أنه ينجح. ولما كنا عم نعمل المونتاج لهالكليب كنا حاسين انه رح ياخد جايزه، لانه عن جد بيعبر عن وضع العالم العربي وعن المواطن العربي، قدمناه من كل قلبنا. وكمان مبسوطه لاكثر، عندي فرحه ثانيه لانه بعدني جايه من فرنسا واخذت جايزه الورد ميوزك اوورد كبست بيرفورمر، وهذا الشيء كمان عطاني اذا بدك اندفاع وفرح، لانه انا هالسنتين خاصه اكيد مسيرتي كثير تعبت، بس هالسنتين خاصه بعد استعراض السيده وبعد الكونسرت اللي عملته بهولندا كانوا عن جد نجاح كثير كبير، فكتير سعيده انه عم بحصد بهالاسبوع جايزتين كبار. انا عايزه اكلمك على النجاح اللي حققته مسرحيه السيده، وانت لفتي بيها دول كتير جدا، وعايزينك بقى تكلمي عليها عنها والاستعراضات اللي انت عملتيها كانت تجاه استعراض السيده. كان له نجاح فظيع بلبنان، وقريب جايين على مصر، وقريب رح نعلن امتى بمصر، وان شاء الله كمان رح نرجع نعمله مره ثانيه بلبنان، لانه عن جد عليه طلب فظيع. وسعيده جدا بهالاستعراض لانه تعبت كثير فيه وحتى مرضت فيه وصار معي كثير مشاكل، فلما لقيت النتيجه صراحه نسيت شوي تعبي، مش كثير نسيته شوي. ما فيك تحافظ على النجاح الا ما دائما تتحدى نفسك، تتحدى كل الاعمال اللي نجحت، اتحدى حالي اني اعمل افضل منها. دائما بحط حالي كل ما يزيد نجاحي كل ما يزيد قلقي وكل ما يزيد الهم عندي، وكل ما احس انه ممنوع الغلط وممنوع الهفوات بقى، خاصه بعد هالمرحله بعد هالجوائز الكبيره اللي عم باخذها. ف انا شخص مجتهد جدا وبيعشق الموسيقى وبيعشق المسرح، وكثير بحترم الجمهور وذوق الجمهور، وكثير بنتقد نفسي يعني، فمشان هيك دائما حريصه اني اكون دائما على المستوى. بس انا سعيده انه بعد البومي الاخير احساس بعده لهلا بعد سنه وسبع شهور بعده بالمراكز الاربع مراكز الاولى بفيرجن بلبنان وبمصر، بعده بالتوب 10 كمان، هيدا بيدل عن جد انه الاغاني الناجحه بتعيش ما بتموت. حقق لي كثير، كان وجهه خير علي هالالبوم. بكير نحكي عن ألبوم الجديد لأني معظم كلماته أنا رح أكتبها، حابة يكون بعد نجاح أغنية حخونك بالألبوم الماضي من كتابتي، فتشجعت أكثر أنه بالألبوم الجديد يكون معظمه كتابتي. بالنسبة للسينجل حنزل أغنية دانس اسمها سهرانين من كلماتي ومن ألحان ملحن محمد رحيم وتوزيع مينو، وحتكون شغلة هيك مختلفة وجديدة اسمعوها من كارول.